نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حد مشحون واضطرب العذاب الحق. لا شك ان الايمان باقوام يعرفون بياجوج وماجوج من العقائد الاسلاميه الصحيحه لوجود اصلها في القران ووجود فصلها وتفصيلها في السنه. والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الايه في القران الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح ان وراء هذا السد هم قوم ياجوج وماجوج، وانهم في كل يوم يتوجهون الى هذا السد لينفذوا منه الى العالم، فياخذون لحسا بالسنتهم اياه حتى اذا بدا لهم بصيص النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه. فاذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الاولى، حتى اذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم الخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله، فيعودون إلى السد وفيهدمه كما تركوه فيسلمون عليه بالماء أو يخرجون ومن كل حدب ينشدون كما قال رب العالمين. فالآن الشبهة التي تطرح في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء الى بعض ضعفاء العلم الا النخل ضعفاء الايمان، ان هؤلاء يدعون اكثر مما يدعي الكفار. هؤلاء ضعفاء علما وربما ايمانا يدعون ما لا يدعي الكفار انفسهم، فيقولون ان الكفار مسحوا الكره الارضيه وعرفوا كل أراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وأنهار وبحار وغابات ورحمات، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطعه أقدامهم، بينما البعض لم يدعي نفس الكفار. وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف لأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما لا علم لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء الله. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعطونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنهم. فنقول هذه دعوة مجردة عن العلمين، والمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وظهورهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود قرن خلف هذا السد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد كما قال الله عز وجل كمبدأ عام مخاطبا لجميع الأمان وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القرن الذي هم خلفهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على أحد أن هذا الكفار مسحوا الأرض وهبوا بعض كلمة، ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار لأن في ذلك تأييدا للإسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين وجحدوا بها فاستيقنتها أنفسهم.
هذا جوابي عن هذه المشكلة. وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال إن هذا له جدلا. ويل من العرب من حيث قد افترض. فتح اليوم الرجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق إلى آخر الحديث. قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم ينحسون بألسنتهم هذا السد، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل؟ يعني نفس القصد في كل يوم ثم يعود كما كان، يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم في كل يوم.